بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى أخي صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة. عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة تعيين سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد، متمنيا سموه لولي عهد الكويت كل التوفيق والسداد لخدمة وطنه الشقيق والإسهام في تقدمه وازدهاره، داعيا سموه المولى عز وجل أن يديم على أخي صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة موفور الصحة والعافية، وأن تحقق دولة الكويت وشعبها الشقيق كل ما تتطلع إليه من تطور ورقي في ظل قيادته الحكيمة.